بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. الحقيقه جاي النهارده ما اعرفش ان يعني هبقى اقف قدامكم واقول على حفظ الله لشعبه. حفظ الله لشعبه زي ما سمعت مقدمه كده استشاط فيها غضب رئيس الدوله ضد رئيس الكنيسة وأمر اللي قدر بقى يعمله بعد تدخل الناس الكويسة إنه يتحفظ على البابا في دير الأنبا بشوي. والبابا من قبل منها وهو دخل دير الأنبا بشوي وكان يتمنى إنه هو له ألا يا أيام ما كان راهب موجودة في الجبل أن يقعد فيها، وفعلا خد بعضه وراح في هذه القلاية وبدأ يوضب فيها. ولكن كان موجود أيامها رئيس دير الأنبا بشوي، وهذا الرجل رجل قديس لهذا العصر. إيه اللي حصل؟ إن هو جاله الظهرية الساعة 12 عاوز ينام شوية ما قدرش، الصوت يقول له روح هات البابا من القلاية اللي في السريان. ساعة 2-3-4 لغاية فين الساعة 5 تقريبا، فقال لا لازم أروح أجيبه. المهم إنه هو ندالي وقال لي تعالى معايا عشان نجيب البابا من السريان. قلت له لو شافني هيزعل. قال لا أنت معايا. أنا طبعا عارف قداسة البابا لما يزعل بيبقى المهمر. رحت وياه فلقيته قاعد على باب القلاية بتاعته اللي في دير السريان ديت. دي في الجبل كده بس في أرضية السريان مفتوح يعني. المهم ان الأنبا سربون مش من السهل ان يكلم البابا في ان هو يقول له تعالى معايا دير السريان، فلازم ايه يحبشها بطريقة كده لأنه عايش معاه وهو عيل صغير. أصغر أخ كان داخل الدير هو اللي دخله. المهم إن قعد يقول له مرة واثنين وثلاثة، وبعدين البابا كان في أباء بعض سقفة قاعدة مش عارفة ده بيقول ليه وده بيقول لأ ليه. أنا طبعا اللي عارف الحكاية إيه، الصوت بيقول له روح هات البابا منين؟ من السوريان. طب وهي يعني الصوت ده ايه؟ المهم فين وفين في الاخر خالص الانبا سربامون كشر. فالبابا قعد يبص في وشه، هو يودي وشه الناحيه الثانيه يودي وشه. هما كانت لعبته دي كده دايما يعني، لما واحد عاوز حاجه من الثاني الثاني يتلفت كنا حافظينها يعني. فبعدين البابا قال له اروح معاك النهارده بس أروح دير الأنبا بشوي في القلاية بتاعتي هناك. قال له حاضر. فالمهم كان في بعض الآباء الأسقف الله ينحي نفوسهم كلهم قال لهم طب اركبوا عربيت أنتم وأنا هتمشى مع الأنبا سربامون ما بين دير السريان، ما عرفش حد يعرف ليه كاري ولا لأ، ما بين دير السريان ودير الأنبا بشوي من ورا في الجبل يعني. رغم أنها كانت الساعة 7 بعد الظهر، لكن قاعد يتمشى وهو يحكي قصص قداسة البابا، يحكي قصص ويقف يقف يقف. وصلنا الساعة 10 رغم أنها ما تاخدش ربع ساعة. جينا نمشي الأنبا سربامون قال لا نقفل الباب الحديد ده كويس ونتربسه ومش عارف إيه. فطبعا ده خد وقت اللي كان فيه رمل وحاجات زي كده في الله. وخلصنا الساعة 10:30 ومشينا كل واحد راح بقى عشان ينام. على الساعة 11:30 لقيت واحد من الآباء هو يعني باسم الصليب الله ينحي نفسه كان زي كده موسى الأسود، لقيته بيرزع في اللي في باب القلاية ويقول لي قوم شوف المصيبة اللي بره. قال له إيه المصيبة اللي بره؟ قوة أمن بقى من جميع الاتجاهات حتى مدفعية تبالكم، مدرعات تبالكم، مطافي، إسعاف، الدنيا
قوم يحيروا ايه يحصروا ايه السريان والايه والانبا بشوي عشان عارفين الاثنين فاتحين على بعض. طبعا لما حصل كده الانبا سرمامون الله ينيح نفسه كلمني وقال لي روح هات البابا من القلايه بتاعته. القلايه بتاعته في الجبل تعتبر بس يعني جوه الدير. فروحت طبعا اجيبه وهو ما كانش عاوز يعني يجي لكن فهمت الوضع خطر وحاجات زي كده. فالمهم جه معايا والانبا سرمون فضلوا قليته وقعدوا سكنوا فيها ونفاجأ ان الديرين اتحصروا ب 500 عسكري وضابط ومعدات ايه ايه ده جايين عشان خاطر ايه البابا شنودة. طبعا كانت يعني عملية صعبة لكن دي كانت حفظ للكنيسة كلها. شوف إبليس بيعمل ما يعرفش ان ايه ان بيعمل لخدمة مين لخدمة الله يعني. وفعلا كانت فترة جميلة جدا جدا عادها قداسة البابا في دير الأنبا بشوي. وطبعا الحراسة موجودة مستمرة تمام التمام وطبعا والسياسة شغالة والحقيقة بعض من رجال مجلس الشعب والشورى حاولوا مع الرئيس يفكوا الموضوع. الرئيس مرضى ما موافقش لغاية ما طبعا هو مشي وجه اللي بعد منه. وحصل ان ايه انه جه امر بخروج كنيسة البابا لم يمس سوء. وكانت الحقيقة يعني وزراء كتير كانوا يجوا يزوروه وناس كتير وشعب كله يجي يزوروه ولم تهتز قيمته العظيمة. يعني الحقيقة قداسة البابا شنودة كرمته قائمة طول حياته وأقدر أقول لكم إلى الآن قائمة كرامة البابا شنودة. لأن يعني أنا كنت قريب منه كنت أنا على اتصال كبير جدا فترة طويلة جدا في دار الدير لأني كنت ربطة الدير في هذا الوقت. واستمرت الحياة أيضا في الدير بس بكرامة عظيمة جدا لرجل الله اللي هو البابا شنودة الثالث. وطبعا لابد ابن إبليس يعمل لكن لابد أن إبليس يهزم. دي معروفة كده ويجب أن احنا ديت ناخدها درس دينا كلنا أن احنا نمسك في ربنا ما يهمناش أي شيء عائق كبيرا أو صغيرا. ومع هذا كله نبص نلاقي أن قداسة البابا برضو يطلع يرجع لمكانه والرجوع للمكان بمزاجه وترتيب الحركة بتاعته والحماية بتاعته من خروجه من الدير للقاهرة هو اللي رتبها رغم ان الشرطة اللي جاية ترتب. قال لهم انا اللي اقول اللي انا عاوزه ايه. قالوا له حاضر كلهم رغم انهم رتب كبيرة ما قدرش حد ايه لدرجة ان هو مش عاجبه ترتيب الحراسة. فعربية الحراسة اللي كانت هتمشي وراه لأنها كانت بتمشي قدامه وغيروها وراه فما كانش راضي خالص. فأنا كلمتهم وقلت لهم طيب يعني أركب أنا وياكم في الحراسة بتاعتكم ممكن؟ قالوا خلاص مام. رحت قلت له قال بدام أنت تقول وياهم أنا موافق. شوف يعني ده اللي كان رئيس الدولة سجنه يحكم في البلد
مش ليه ماشي مع المسيح، مش ماشي مع حد تاني، ماشي مع المسيح. وفعلا كانت الحراسة بتاعته اللي أنا فيها لغاية ما وصلنا إلى داخل الكاتدرائية، ولغاية ما حضرنا برضو حضرنا مع القداس ورجعنا. فقوة الله ترجع لإيماننا الثابت. والمسيحية مش سهلة يا جماعة، المسيحية مش سهلة، إن مين يحميها؟ المسيح الله الواحد. اوعوا تتهزوا، وانا بقول لكم اوعوا تتهزوا، امسكوا فيه جامد علشان خاطر توصلوا. وانا اشكر سيدنا انه ودانا الفرصه ان احنا نتكلم كلمتين دول.